هو اسم على مسمى، فهو ماهر حقا في التلاعب بدفاع المنافسين والمراوغة وصناعة الفارق. الوافد الجديد للقلعة البيضاء ناصر ماهر يحتفل اليوم بعيد ميلاده 27، وخطف ناصر ماهر الأضواء بموهبته الفذة وهو في صفوف فريق الشباب بالنادي الأهلي حتى تم تصعيده، وتنقل بين عدة أندية في الدوري الممتاز وهي سموحة وبتروجيت وفيوتشر، مواصلا التألق على المستطيل الأخضر. وكان ناصر ماهر ضمن كوكبة نجوم منتخب مصر الأولمبي المتوجة بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما نسخة 2019 بالقاهرة. 190 مباراة رسمية كانت شاهدة على تألق ناصر ماهر مع جميع الأندية التي دافع عن ألوان قمصانها، حيث ساهم في 46 هدفا ما بين التسجيل والتمريرات الحاسمة. وكان ناصر ماهر ضمن الصفقات المميزة التي أبرمها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وأحد الانتدابات القوية التي يراهن عليها عشاق النادي الملكي بالتألق وقيادة الفريق للانتصارات والألقاب. نجمنا الجديد ناصر ماهر، عيد ميلاد سعيد. كما يحتفل وافد جديد إلى صفوف الزمالك في ميركاتو الشتاء اليوم بعيد ميلاده 23 نجم الوسط القادم من صفوف طلاع الجيش محمد شحاتة. وكان شحاتة قد صال وجال بقميص فريق طلاع الجيش على مدار المواسم الماضية، مقدما مردودا مميزا في قيادة خط وسط الفريق ليبرم الزمالك التعاقد معه ويظفر بخدماته لتدعيم صفوفه في انتقالات الشتاء الماضية.